دعوني يعني أستفسر عن يعني أهمية هذا الترفيع وأهمية هذه العبارة ومخرجاتها مع سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة. سعادة السفير مساء الخير. مساء الخير أستاذ نشأة، أهلا وسهلا. يعني أطلعنا على جملة ما جرى في بروكسل خلال الأيام اليومين اللي فيهم وزير الخارجية هناك، وأيضا المخرجات التي أدت في النهاية إلى ترفيع مستوى العلاقات من ناحية، وأيضا لقاء معالي وزير الخارجية مع وزير خارجية الأردن والسعودية والأمين العام لجميع الدول العربية فيما يخص القضية الفلسطينية. أطلعنا على ما لديك من معلومات حول هذا الأمر وغيره. يعني هو طبعا الزيارة لها أهمية خاصة لأنها بتأتي بعد 20 عام من توقيع اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2002 ودخولها حيز النفاذ في 2004، وبالتالي بينعقد الاجتماع العاشر لما يسمى بمجلس المشاركة، وهو الجهاز أو الآلية السياسية التي تتابع مسار هذه الاتفاقية وتنفيذها، وبتجتمع كل بضعة أعوام لتقييم مسار العلاقة ومتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة. السيد وزير الخارجية كان بيرأس وفد مصر في اجتماع مجلس المشاركة، وطبعا زي ما احنا عارفين في حاجة اسمها يعني سياسة الجوار الأوروبي أو ما يسمى بأولويات المشاركة. أولويات المشاركة التي حددها الاتحاد الأوروبي مع مصر تسري منذ عام 2022 إلى 2027، اللي حددت مجالات عديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، بالطبع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. وبالتالي بتأتي أهمية هذا الاجتماع في بروكسل لمتابعة مسار التعاون في كل هذه المجالات. هذا العام أيضا شهد خطوة مهمة جدا، وهي ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ودي بتتبعها أو هذه السياسة أو هذا المنهج بتتبعه الاتحاد الأوروبي مع الدول التي له معها علاقة خاصة، الدول التي أثبتت أنها دول لها مصلحة مهمة جدا مع الاتحاد الأوروبي، لها علاقة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تحقق مصالح مشتركة مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي التوجه هنا إلى رفع هذه العلاقة إلى هذا المستوى، واللي بتشمل 6 محاور الحقيقة، منها العلاقات السياسية، منها الاقتصاد الكلي، منها الاستثمار والتجارة، أيضا موضوعات الهجرة، الأمن وإنفاذ القانون، ورأس المال والاستثمارات. فبالتالي بتخذ القرار بالإجماع، وتم التعبير عن ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع السيد وزير الخارجية أمس في إفطار عمل، أكدوا فيه على دعمهم لهذا التوجه، ثم أعيد التأكيد مرة أخرى في اجتماع مجلس المشاركة اليوم على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. جوزيب بوريل وهو المفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالسياسة الخارجية والسياسة الأمنية وباقي أجهزة الاتحاد الأوروبي. السيد وزير الخارجية التقى على مدار هذين اليومين مع المفوضين المختلفين المعنيين بكافة أوجه علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر على وجه الخصوص، المفوض الخاص بالهجرة، المفوض الخاص بالشؤون الاقتصادية، المفوض الخاص بالمناخ، المفوض الخاص بالطاقة، وأيضا المفوض الخاص بالشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات وغيرهم. والتقى كما أشرت سيادتك إلى الاجتماع الذي التقى فيه مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي ورئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي. كل هذه العلاقات، كل هذه الاجتماعات بتستهدف هدفين أساسيين. الهدف الأول هو مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كل من هذه المجالات، وشرح الموقف المصري، شرح التحديات التي تواجه الدولة المصرية، التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، شرح التجربة المصرية سواء في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أو التجربة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع في استخدامات الطاقة،
التجربة في مجال التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة وغيرها. ثم الهدف الثاني هو التشاور حول القضايا الإقليمية. الاتحاد الأوروبي يعني يدرك جيدا أهمية مصر ووضعها والثقل والدور الذي تطلع به مصر في التعامل مع العديد من الأزمات الحالية، وعلى وجه الخصوص بطبيعة الحال الوضع في قطاع غزة، ثم الوضع في السودان والوضع في ليبيا ومسألة أمن البحر الأحمر والقضايا المختلفة المرتبطة بالأمن الإقليمي. وأكد جميع الوزراء وأكد مفوضو الاتحاد الأوروبي على أن مصر بتطلع بدور مهم جدا للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، لأنها تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط، وأن هذا يعتبر هدفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ومصلحة للاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يعني استحوذ جزء مهم وكبير من النقاش على القضايا المرتبطة بالوضع الإقليمي والوضع الدولي. سعادة السفير، يعني في مجمل حديث حضرتك انه كانت غزة حاضرة والسودان كانت حاضرة ايضا، وامن البحر الاحمر كان حاضرا، وربما الصومال ايضا كانت حاضرة في مناقشات مع الوزير الخارجية مع زعماء الاتحاد الاوروبي او وزراء الخارجية. يعني هل من جديد على صعيد وقف اطلاق النار في غزة والمطالبات العربية، خاصة ان وزير خارجية الاردن والسعودية والامين العام لجمعية العربية كانوا متواجدين ايضا في بعض هذه الاجتماعات، هل من جديد حول هذا الامر لديك؟ هو بالطبع الموضوع كان محل نقاش مطول في الغذاء العام الذي عقد بين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والأردن ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية. كان هذا النقاش مخصصا لتناول الوضع في قطاع غزة، والدول العربية طبعا أكدت على الموقف العربي الموحد الذي يطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت وفي أسهل ومواجهة التحديات التي تواجه هذه العملية، أيضا ضرورة التعامل مع جذور الأزمة وهي القضية الفلسطينية، وضرورة إطلاق يعني عملية سلام جادة تصل بنا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الرفض الكامل للتهجير خارج تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. فكان هذا محل نقاش طويل. نحن سمعنا خلال الأيام الأخيرة عن عناصر لأفكار أو مبادرة أو طرح أوروبي أو خارطة طريق من عدة عناصر تتناول القضية الفلسطينية. بالطبع هذا كان أيضا محل نقاش. الجانب الأوروبي طرح بعض العناصر المرتبطة بهذا، لا ننسى أن هذا الموضوع ما زال قيد البحث والدراسة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كان نقاشا يعني نقدر نقول أنه هو نقاش عام، نقاش ليس بالضرورة نقاش رسمي، ولكن أفكار يتم تداولها. وكان الموقف العربي واضح بأنه لابد من التعامل مع المشكلة الرئيسية التي تواجهنا الآن، وهي وقف إطلاق النار ووقف عملية العدوان على الشعب الفلسطيني وضرورة حماية المدنيين من هذا العدوان والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية. أي تصور آخر يرتبط بمستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية لابد أن يتأسس على محاور مهمة، أولها هي حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. والحقيقة الطرح الأوروبي يعني بيتأسس على مسألة حل الدولتين بشكل عام، ولكن الحديث كان لابد أن يكون هناك إطار زمني لأي عملية سياسية، لابد أن تكون هناك مرجعيات واضحة لأي عملية سياسية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، ولابد من تأكد من توفر الإرادة السياسية لدى الأطراف، ولابد من الضغط على الجانب الإسرائيلي كي يتفاعل مع أي عملية سياسية مرتبطة بعملية السلام أو استئناف عملية السلام. ما زال هناك أفكار كثيرة وهناك أطروحات عديدة بيتم التباحث حولها، ولكن حتى الآن
الشيء الأساسي، التحدي الأساسي الذي يواجه الجميع هو مسألة وقف هذه الحرب الدروس ضد الشعب الفلسطيني. وللأسف الشديد لسنا حتى الآن أمام طرح جاد أو تحرك جاد من جانب الدول الكبرى والدول المؤثرة للضغط على إسرائيل في للالتزام بهذا الشيء أو التوقف عن هذه الحرب. أنا بشكرك جدا سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.